نروح دلوقتي مع حضراتكم للعالمين وسباق الهيجن اللي بيعد واحد من أقوى منافسات الهيجن في المنطقة، وهيشارك فيه 900 جمل من كل المحافظات، وهيكون كمان فيه من مناطق سيناء ومطروح والصعيد وكمان محافظات القناة والوادي الجديد. خلينا نروح مع حضراتكم نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل الكلام. فعاليات سباق الهيجن ستنطلق اليوم على أرض مضمار نادي الهيجن بالعالمين، والتي يتم تنظيمها برعاية ودعم اتحاد سباقات الهيجن الإماراتي، وحيث يعد السباق الحالي الرابع رسمياً على أرض ميدان العالمين. السباق الحالي هو الأقوى من نوعه في التنافس، خاصة أنه يتنافس على أول الأشواط 900 جمل من كل محافظات مصر، سيتم توزيعهم على 32 شوطاً على فترتين، بجانب انطلاق 12 شوطاً على مسافة مضمار السباق وهو 5 كيلومترات. استعدادات السباق تم التجهيز لها طوال الأسبوع الجاري، وحيث حضرت الهيجن منقولة من مناطق سيناء ومطروح وصعيد مصر ومحافظات القناة والوادي الجديد، ووصلت لميدان سباقات الهيجن بالعالمين استعداداً للمنافسات. تجهيزات جديدة تم تنفيذها في ميدان هيجن العالمين الذي يعد من أهم ميادين سباقات الهيجن في مصر، وحيث تم تركيب بوابات مجهزة وإنشاء مسارات وطرق جديدة ومقصورة رئيسية ومنصة مشاهدة ومناطق خدمات إضافية.